بحلول العام 2014 سيكتمل بناء مطار الملك عبد العزيز في جدة. مشروع مرتقب سيخدم في مرحلته الأولى 30 مليون مسافر سنويا، وسط خطط وآمال كبيرة بأن يحقق المطار عوائد اقتصادية لارتباطه بقطار الحرمين الذي سينقل زوار الحرمين الشريفين إلى مكة والمدينة، إضافة إلى موقعه كمحطة استراتيجية بين الشرق والغرب. المطار وبحسب هيئة الطيران المدني سيكون تحفة عمرانية، وسيرفع من مستوى الخدمات في عالم السفر والسياحة، وهذا ما أكده المهندس محمد عابد المشرف على مشروع مطار الملك عبد العزيز. من رهن عليه إن شاء الله حيظهر على الطبيعة، وإن كان جزء منه بدأ هو الحمد لله، نوعية التنفيذ والدقة وإن شاء الله الأجهزة والمعدات والمواد اللي حنستخدمها إن شاء الله، واللي قدنا انتهينا الحمد لله من موافقة عليها، وبدأ الشركات المتخصصة بتصنيعها إن شاء الله عشان نلتزم بنفس الوقت المحدد. أجزاء كبيرة من البنية التحتية للمطار تم استكمال بنائها، وبدأت أعمدة الخرسانات ترتفع عن الأرض، فهذه مواقف السيارات التي ستستوعب 8000 مركبة. وهنا بدايات إنشاء صالة المطار التي ستبلغ مساحاتها 600,000 متر، وخلال أسابيع قليلة سيجري العمل على ثاني أعلى برج للمراقبة الجوية في العالم. وسيدخل من ضمن مشروع المطار إنشاء شبكة جديدة للطرق ومحطات كهربائية ومدينة للشحن. المرحلة الأولى إلى 30 مليون، المفروض إن شاء الله تستوعب 30 مليون راكب، فيها 46 بوابة تخدم 92 طائرة في نفس الوقت، بالإضافة إلى 4 طائرات للأيرباص تراز A380 هذه الجديدة. العمل المتواصل يقوم به أكثر من 6000 عامل ومهندس لإنجاز مهمتهم من دون إعاقة حركة المطار الحالي. ووفقا لخطة هيئة الطيران المدني، ففي العام 2035 ستكتمل المرحلة الثالثة من المطار ليستوعب 80 مليون مسافر سنويا. ترى هيئة الطيران المدني بأن مشروع مطار الملك عبد العزيز سيساهم في تغيير خارطة الملاحة في الشرق الأوسط، ليصبح هذا المطار بوابة لقاصدي الحرمين الشريفين أو العابرين من خلالها إلى ما وراء البحار. محمد العيدان، العربية، جدة.